نحن على خط التماس، في شيء هون وفي شيء منه، نحن متخوفين ونحن متخوفين. لعل هذه الصور وكلمة هذه السيدة هي خير تظهير للصورة العامة في طرابلس. وضع أمني هش تغذي هشاشته معلومات عن تسليح حزب الله لخلايا في المنطقة. خلال 3 أو 4 أشهر الماضية هناك حركة كثيفة من تنظيم هالمجموعات هذه واستئجار مجموعات جديدة خاصة من المرتزقة الموجودين وإيجاد نوع من الترابط بيناتها. طبعا عادة لما بيكون هيك هيدا التوجه اكيد بيكون عم يحضروا لشيء معين. نحن كابناء طرابلس عم نواجه بالاعلام الحوار مع مكونات المدينه، ولكن الدور هو يعود للقوى الامنيه لمواجهه هذا الوضع. وسؤال حزب الله ماذا تفعل في طرابلس، الجواب عم يكون دائما هيدي كلها من ضروريات المقاومه. الاهالي لم يكن لهم راي مخالف، وجود خلايا مسلحة أمر حتمي، ولكن عند البعض مصدر التسليح هو حزب الله وعند آخرين هو السلفيون. حزب الله عم يوزع سلاح يعني، بس نحن في عنا إشارات بتدل على هذا الشيء. مثل شو هالإشارات؟ يعني مثلا مجموعات من الجنوب عم يجي يلتقوا هون بناس هون بطرابلس، يعني ما بعرف انه ابن الضاحية شو له شغل هون يجي يلتقى مع ناس هون. بالزهرية وباب الرمل في عصابات مسلحة لحزب الله، خلايا جربوا يفتحوا معركة سنة بس ما بيطلع لهم فيها هيدي الحكاية، يعني حزب الله غلطان بهذا الموضوع. ما فينا ننكر هذا الشيء، بس ما بيأثروا علينا بشيء لأنه هن أقلية بالمنطقة هون، وبمجرد ما نعرفوا يعني ما حيضلوا، لأنه ما حدا قبل فيهم يعني، لانه حزب الله ما له مطرح عنا هون. هلا مش حزب الله وابدا، يعني صار هلا مخدته للانسان هو فرده. كل اشاعات بالنسبه لحزب الله زي ما انا طائفيين، بس اذا بدهم فرض علينا بدنا ندافع عن بيوتنا. الوقت عم نسمع انه في جماعه سلفيه عم تتمركز مقابلنا هون. هذا التوتر الامني بحسب بعض الاوساط يلحظ تصاعدا ملموسا عشيه المهرجان المقرر اقامته في معرض رشيد كرامي، حيث ستكون كلمه للرئيس سعد الحريري. احتمال موجود، ولكن على القوى الامنيه ان تاخذ دوره، ونحن حسب اتصالاتنا بالقوى الامنيه من جيش ودرك اكدوا لنا انه هن رح يضبطوا الامن. يعني بالتاكيد نحن ما عندنا قوى ذاتيه لضبط الامن، نحن نعتمد على القوى الامن والجيش اللبناني. في بعض المحلات اني ايه هذا الشيء عم يمارسوا ضغط انه ما بدهم يعني الناس تشارك بشكل فعلي. الكل بده يسعى انه يشارك، بس في هذا التخوف موجود. اعوذ بالله، بيقولوا الشيخ سعد هذا هو على المهرجان، على الموت على الدم صحيح. على الدم، شو وين بدهم نروح؟ نحن هذا الشيء بقوينا انه نشارك بالمهرجان، وانا من الواحد اللي عندي 3 أولاد صغار منزلهم. الفزع اللي الرعب اللي عاملينه بالمناطق كلها هذا نتيجه هالكذب كله، هذا كله كذب منافق، ما في شيء ولا حيصير شيء يوم الاحد. رح تمرد التظاهرة على خير. كلمة الحريري ستتناول الوضع في سوريا، كما سيتوجه بنصيحة للحكومة لتدارك مغبة التبعية للأنظمة الخارجية. وبحسب علوش، مهرجان الأحد لن يكون لمواجهة حكومة ميقات الهامشية كما وصفها، وإنما لمواجهة سعي حزب الله وسوريا لإعادة لبنان إلى الوراء.